قبل أن نبدأ، لا تنسوا إعزائي المشاهدين دعمي من خلال تسجيل الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة حتى نبلغ عتبة المائة ألف مشترك في القريب العاجل بحول الله تعالى. عدنا والعود احمد عجله الدوري الجزائري معطوبه لكنها تعاود الدوران في الوحل لا وجود لتقنيه الفيديو المساعد رغم الكلام الكثير الذي قيل الموسم الماضية ملاعب مؤهله رغم انها لا ترقى لاحتضان مباريات الفتيان في دول تحترم نفسها الطرطوم في كل مكان وحضور محتشم للعشب الطبيعي الذي ما زال يرقد في الانعاش على امل تعافيه قريبا وتمكين النوادي من اللعب عليها خلف كل هذا صور يجتهد التلفزيون العمومي كثيرا لنقلها بأسوأ جودة في الكواليس رأينا كيف يصمم طاقم يزيد بالكوت لوحات النتيجة دون القدرة على توحيدها كيف يستعملون خطوطا عفا عليها الزمن وبرامج تجاوزها العالم منذ حقب بعيدة هذا هو دورينا أصل فيلا ضيفا عليها ملايير تدفعها شركة موبيليس لرعاية البطولة دون أن توجد لوحة واحدة تحمل اسمها في العديد من الملاعب وإن وجد توجه نحو الحيطان والجماهير عوض الكاميرات نوادي ترعاها شركات عموميه بملايير السنتيمات واخرى تترنح دون اموال وبين هذا وذاك جماهير تجلس فوق الاسمنت وتنظم مسيرات للمطالبه بالمزيد من النهب والنهب وان خبرتهم بالحقيقه وان هذا مال الشعب قالوا لك هذه هي القنطه روح تشكي